أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خطب أحدهم خطبة هذا العام عن الحج، وذكر شروطه ومنها وجود المحرم للمرأة، فإن لم تجد لها محرما فلها أن تحج مع مجموعة من النساء، وقال هذا هو الراجح إن شاء الله، فهل قوله صحيح؟ وهل يصلح هذا الكلام أن يقال على منابر الجمعة؟ لا، ما هو صحيح، وإن قال به بعض الفقهاء فهو غير صحيح، ولا يقال هذا على المنابر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد الغزو، وأخبره أن امرأته خرجت حاجة، فقال: اذهب فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، ومعلوم أن الحجاج في ذاك الوقت معهم جماعة، كلهم جماعة نساء، ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بكونها مع جماعة، بل أرجعه أن يحج مع امرأته. هذا قول غلط، ولا يجوز إعلانه على المنابر والتسهيل من أمر المحرم، والجماعة ما يغنون عن المحرم. نعم.